الله يعطيكم العافية. اليوم عندنا كتاب وقصص حلوة وكلمات نادرة حلوة من ميسان الضفيري. يا ريت أبو خالد تكلمنا عن الكتاب. هذا الكتاب خواطر الأستاذة ميسان الضفيري، ما شاء الله جدا ممتاز. خواطرها، كلماتها، قصايدها، خواطرها ما شاء الله عليها. إنسانة مودعة، نصيحة حق الجميع. إصدار توه جديد، قبل أتخلص النسخ بسرعة خذوا لكم نسخة من دار الأرقة. أي مكان متواجدين منطقتهم؟ مجمع التلال فوق الدور الأول، شويخ. رقم أي بشويخ، رقم المحل 9. رقم المحل 9، دار أروقة أو أروقة بشويخ، مجمع التلال فوق الدور الأول. كتابهم لحقوا عليه مال ميسان ضفيري، بالعكس كلام حلو، وبنت مجتهدة، إنسانة مثقفة، عسى الله يوفقها.